عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا مع رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة لبحث أوجه التعاون في تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة. ووجه الملا بتعزيز التعاون مع البورصة خلال الفترة المقبلة لتطوير أداء علاقات المستثمرين بالشركات ولتطبيق كافة النماذج والقواعد التي تساعد على التسويق الفعال للشركات المقيدة بالبورصة وبيان مزاياها لتحقيق نجاح أكبر.